كلش ذوق. أعتقد السالفة في وصف شنو حلقتها مع نيشان والتمجيد. لا 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 شجون، أنا حضرت أكثر من مرة بعض طرق، يعني بعض العقود اللي بتتفق عليها مو سلسة بالتفاهم بذاك الوقت، والموضوع خفت. أبسط شيء، ميرسي مها العتابي على الوردة حبيبتي، أنت وردة. وشوفوا أنتوا الحين من متى شجون ما تنزل مسرح عيد الفطر وعيد الأضحى؟ متى؟